سيد الرئيس بربي، بالنسبة لسفيان شورى بيرو كان تعطينا فكرة على زملائنا هذو، بالنسبة لخريط الأزمة اللي تعقدت وعندكم شي معلومات عليهم؟ يظهر لي خرجنا بلاغ البارح في الخلية اللي نطمنكم عليه كونه هذا مواطنين تونسيين. احنا كحكومة وكدولة تونسية من مسؤوليتنا متابعة الشأن هذا وعمل كل ما في وسعنا باش نحررهم. كنا صريحين معكم، يعني الإشكالية كونهم هذا تخطفوا ما فماش شكون تبنى العملية، ما فما حتى المرة الأولى كيف تخطفوا وكانت عندنا لهم معلومات، يعني ساهمنا في إطلاق سراحهم. المرة هذه ما فما حتى معلومة حتى معلومة حتى تبني. أكد لكم كونه ما فماش أي بصيص أمل، أي يعني طريقة مكانة باش نوصلوا للمعلومة باش نوصلوا باش نحررهم، ما خلينا ما عملناها مع السلطات الليبية. آخر شيء أمس عيطنا يعني نائب الوزير الأول وحملناه مسؤوليته على الزوز التوانسة هذا ولكن على جميع التوانسة، لأنه من مسؤولية الدولة الوظيفة نتعامل مع كل البلدان الشديقة الشقيقة والصديقة اللي عندها حضور من أي نوع في ليبيا حتى نتمكن من الوصول للمعلومة. اليوم ما جاتنا حتى معلومة تأكد الخبر اللي صار. نطلبوا من العدد الكل زادة تتريث، نتعاملوا بهدوء. الدولة ملتزمة في حدود الإمكانيات المتاحة لها باش يعني إن شاء الله نفرجوا عليهم كما فرجنا على اللي سبقهم. فما عائلات راهو زاد كيف يعني كيف يصير ضغط، كيف تتصوروا الضغط النفسي على العائلات؟ احنا باتصال بهم، يعني سيد وزير الخارجية في وزارة الخارجية على الأقل قبلوهم 10 مرات باتصال يومي بالعائلات. فإن شاء الله نراعي معاناة العائلات هذه ونتوقع الحظر. أنا نأكد لكم كل إمكانية الدولة الموضوعة على ذمة هالقضية هذه، ولكن ماشي سهلة لأنه فما حتى طرف لا طلب منا أشياء. المرات الفارطة في حالات كيف هذه فما مطالب فما طرف نلقاو كيفاش نوصلوا له ونشوفوا الامكانيات. المره هذه يعني ضبابيه كامله، انتم تعرفوا الوضع معقد في ليبيا، هذا مش شيء صاير يعني على التراب التونسي، صاير في بلد وضع معقد، حكومه شفتوا الحاله في حال الحرب، ولكن بالرغم من ذلك سنفعل كل ما بامكاننا ونحمل السلطات الليبيه ونحمل كل طرف. يعني كان تنبيه واضح عطيناه بصفه مباشره وعن طريق الاعلام كذلك امس في البلاغ، نحملهم مسؤوليه امن اولادنا.